نعم، شكرا لجريدة بالبريس على استضافتها وعلى اهتمامها بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. نعم، كما جاء في سؤالكم أستاذ، أنه كان من المنتظر اليوم تنظيم واحد الندوة صحفية للإجابة عن جميع التساؤلات التي يطرحها الأساتذة بصفة خاصة وللرأي العام بصفة عامة حول مخرجات الحوار الذي عقدته لجنة الحوار بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بدعوة من وزارة التربية الوطنية وبوساطة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والنقابات الأكثر تمثيلية وطبعا لجنة الحوار من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. لكن لظروف تقنية وتنظيمية داخل المجلس الوطني كان من الصعب جدا الخروج بتصريحات بخصوص تضارب الأفكار داخل المجلس الوطني من طرف أعضاء المجلس الوطني. هناك أمور تنظيمية داخل المجلس الوطني، أنه وقع عدم اتفاق بين بعض الأعضاء من المجلس الوطني وبين آخرين حول مسألة تعليق الإضراب من عدمه، وكنا سنخرج للندوة الصحفية لتوضيح مجموعة من الأمور ومجموعة من المغالطات التي شابت المجلس الوطني وشابت يعني هاد المخرجات ديال وزارة التربية الوطنية. لكن هاد المسائل هذه كان من الصعب جدا الخروج بهذه التصريحات، ذلك أن المجلس الوطني لم يكن إلى حد ما مجمعا على رأيه في نقطة واحدة، فوقع إشكال. هذا الإشكال هذا اللي وقع هو أنه بعض المنسقين كان بالأمس، نحن داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كانت القرارات كتجي من خلال الجمعات المحلية من خلال الأساتذة أنفسهم، هم من يقررون في أشكالهم النضالية، وتكون هناك جمعات محلية والجمعات المحلية ترفع هذه التوصيات إلى الجمعات الجهوية، ثم الجمعات الجهوية كتخلص بهذه الخلاصات وكتجيبها للمجلس الوطني. احنا كان الأصل ديال النضال ديالنا من الأول من تأسست التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في 4 مارس خرجت من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد وإرجاع المطرودين. لذلك فمن نيجا هذا الحوار اللي غادي يجي من بعد في الاسترسال ديالنا في الكلام في هذا البرنامج الصحفي، غادي نوضحوا ما هو السبب ديال هذه التناقضات وشنو اللي جا فيها. اولا استاذي، حتى يفهم الراي العام ويفهموا حتى الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، اولا التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد هذا التنظيم الذي اسس قلت منذ 4 مارس كان الاساس ديالو الاول والاخير هو ادماج الاساتذه في اسلاك الوظيفه العموميه واسقاط التعاقد وارجاع المطرودين، هذا في مجمله، هذا هو الاصل ديال الاجتماع، هذا هو الأصل دياله. ولكن كانت هناك جولات، كاين واحد الجولات من الحوار، الجولة الأولى من الحوار لأنه كما كان معروف أن الوزارة ما كانتش كتقبل في الأول أنها تجلس مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كانت كتقول بأن التنسيقية هي إطار غير قانوني ولا يمكن أن نحاور التنسيقية، نحن نحاور فقط النقابات. لكن بالضغط ديالنا في الشارع والنزول ديالنا والنضال ديالنا في الشارع استطعنا أننا ننزع الحوار، لأن احنا في الأول وفي الأخير نريد التواصل مع الوزارة الوصية من أجل إيجاد حلول موضوعية للملف ديالنا اللي هو ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. مني كانت الجولة الأولى اللي هي أن الوزارة قالت بأنه الاجتماع سيكون يوم الثلاثاء،
يعني بعد دخول الأساتذة واستئنافهم لعملهم يوم الاثنين، قررت الوزارة أنه يكون الحوار يوم الثلاثاء. فصدرنا واحد البلاغ ديال التمديد، لأن قلنا لا يمكن أن نرجع إلى الأقسام ولا رجوع إلى الأقسام إلا بعد الحوار وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية. وفعلا بالوساطة ديال المرصد الوطني وديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان وديال الهيئة النقابية، تم الجلوس مع أعضاء ممثلين تنسيقية إلى جانب هذه الهيئات اليوم الخميس طبعا. نعم، إذن فجلوسها معهم كان الأصل في الأول كان مدير الموارد البشرية، لكن تنسيقية والهيئات الأخرى اشترطت أنه يكون كاتب العام لوزارة التربية الوطنية الأستاذ بالقصر، فكان ذلك. بالنسبة للوزير اللي كان في الأصل أنه خصو يكون في هذا الملف هذا، يعني غنقولها بكل واقعية أن الوزير ملف ثقيل وعد وزنه، ويحضر إلى نشاط ديال تبوريدا في الفقيه بن صالح ويخلي ملف بهذا الوزن هذا، فهذا أظنه يعني مع الأسف أظنه استهتار بملف التعليم في بلدنا. أستاذ، نحن نشترط أنه يوم 23 في الجولة الثانية لا بد من حضور الوزير المسؤول على القطاع. نعم، المؤسسات نثق فيها، والكاتب العام هو منصب إداري، يمشي الوزير ويبقى الكاتب العام، لكن خص الوزير في ملف بحال هذا نحن نرجح واش نحضروا الحفل ديال التبوريضة ولا نحضروا الملف الثقيل عنده الوزن ديالو. طيب، إذن فهذا بين قوسين. أولا أستاذي، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد دائما تسعى إلى الحفاظ على هذا الجسد، وأن هذا الجسد هو الإطار المرافع على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأننا كنا دائما ملتزمين بمخرجات المجلس الوطني. من طبيعة الحال من يقرر هي القواعد، هم الأساتذة، هم من يقررون في أشكالهم النضالية. وقع شرخ أو لم يقع، فهذا يمكن طرح هذا السؤال بين قوسين، أن يمكن ومع الأسف الشديد نحن لا نخون أحدا، ولكن نقول بأن الاختلاف طبيعة بشرية، مع الأسف الشديد أن بعض المنسقين ومنسقة واحدة اللي هي المنسقة ديال جهة سوس ماسة درعا، وشهادة أمام التاريخ أن هذه الأستاذة كانت من المؤسسين رفقتي، كنا من الأول المؤسسين وكانت معنا، ونشهد لها باستماتتها وبنضالها وأنها يعني مناضلة شريفة، ولكن ماذا أصاب الأستاذة حتى أنها أعلنت هجمة على هذا الجسد وعلى هذا التنسيقية التي تعتبر أمنا؟ ومن هذا المنبر أدعو الأستاذة نزهة مجدي إلى المنطق، استخدام المنطق والحكمة والثبات والرزانة من أجل الحفاظ على هذا الجسد. فمن طبيعة الحال أن الوزارة من دعات للحوار، أنا لم أكن عضوا في هذه اللجنة، في لجنة الحوار، لأنه وحتى المجلس الوطني ما حضرتش ليه. علاش؟ لأن كان عندي واحد ظرف شخصي مهم الذي لم أستطع معه الحضور، وكنت خارج الوطن بفرنسا. لذلك ولكني كنت دائما حاضرا وكنت دائما مشاركا في جميع المحطات النضالية، وتتبعت هذا الأمر هاتفيا مدة 24 ساعة بلا نوم، وسألت واستقصيت الأخبار
ووجدت أن لجنة الحوار كانت على صواب حينما أعلنت تعليق الإضراب ودخول أساتذة يوم الاثنين واستئناف عملهم على أساس أن الجولة الثانية للحوار يوم 23، يعني بعد أسبوع، ما كانت شهر، ما كانت شهرين، ما كانت 3 شهور، وأن لجنة الحوار هي من فرضت هذا التاريخ ديال 23. لماذا؟ لأن قلنا أبدينا حسن نية، كاين إشارات من عندنا، لأن احنا ماشي عدميين، ماشي ما بغيناش الحل. في الأول وفي الأخير ركينين وليدات المغاربة، إذن يجب أن نتحلى بروح المواطنة وروح الوطنية في الأول وفي الأخير. يعني هذا التلميذ المغربي، هذا التلميذ هو يعني إحنا كنتحملوا المسؤولية دياله، والحكومة والوزارة كتحمل المسؤولية. إحنا ماشي عدميين، إحنا ماشي ضد المدرسة العمومية وضد مدرسة التلميذ، لا، إنما هناك أمور لا بد أن توضع في أماكنها. كاين بعض الأمور خصها تتقاد، لأن التلميذ اليوم هو موظف الغد، وحنا إلا سمحنا بأننا نكون الجيل اللي دازت عليه القنطرة ديال التوظيف بالتعاقد، فهذا التلميذ سيحاسبنا غدا. إذا نقول بأننا نغلب المصلحة العليا اللي هي عندنا فوق كل اعتبار، هي مصلحة التلميذ أولا وأخيرا. إذا فغير هذه المسألة، هذه احنا ناضلنا في الشارع من أجل أن نصل إلى الحوار والتواصل وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وإرجاع المطرودين. مني شفنا أن الأيادي مدت، مددنا اليد ديالنا تحنا. لذلك مني مدينا إدينا، كانت الجولة الأولى أشنو كان فيها؟ كان فيها إرجاع المطرودين، كان فيها التخلي عن المساطر الإدارية والقانونية والمتابعات في حق الأساتذة والأستاذات. 17 الأستاذ الذي صدرت في حقهم مسطرة العجل ببوشدور وصلوها لهم الأعوان القضائيين، هذه تهي تفهمنا على أن تفهمت لجنة الحوار مع الوزارة وخرجات بلاغ الوزارة. الأستاذة المنسقة ديال جهة سوس أو بعض الأساتذة الآخرين اللي كيكون ما كيناش الضمانات القانونية، هذا البلاغ هو باعتباره ضمانة قانونية ونشرته جميع الإذاعات ونشر في الصحافة، فهذا له ضمانة قانونية وطابع قانوني. ثم قلنا أن الجولة الثانية ستستأنف يوم 23 على أساس أنها توضع الأرضية، هذه الأرضية اللي غادي نحاور أو ستحاور لجنة الحوار بالمجلس الوطني، تحاور الوزارة عليها. ونقول من هذا المنبر بأننا مستعدون من جديد إلى النضال من أجل حقوقنا المشروعة اللي قلناها منذ أن خرجنا في 4 مارس ونقولها ونعيدها، هي إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط. فهذا هو المطلب الرئيسي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الذي لا يمكن المساومة عنه بحال. أستاذي، نحن لا نعتبر ولا نخون أحدا داخل المجلس الوطني، ولا نصفه بالعدمية ولا نصفه بأي شيء، نقول أنه أصابته لوتة. اللوتة التي أصابت بعض هي أنه ما كانش عنده بعد نظر. هذا البعد النظر هو أنه كان حنا خرجنا من أجل الإدماج فغادي نبقاو في الشارع حتى الإدماج. هنا احنا فعلا خرجنا من اجل الادماج، لكن هذا الادماج سياتي عن طريق ماذا؟ سياتي عن طريق الحوار. الكلام اخذ ورد. الرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى امره بالتحاور مع اهل الكتاب، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، نجتمعوا على النقط اللي احنا متشاركين فيها والنقط اللي مختلفين فيها نناقشوها. إذن مني كيجي هذا الحوار وأمام مؤسسات دستورية اللي هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين ورقابات أكثر تمثيلية، كالتزموا الطرفين. ولنا في تاريخ المتدربين عبرة، كانت 7 الجولات، الجولة الأولى قالوا لهم بأننا رسموا أو اللي ندمج نصف الفوج والنصف الفوج الآخر من بعد وجد. ثم كانت هناك جولات، يا سيدي تكون دول، واحد جوج دول كتكون في حرب وكتدير هدنة، كتدير واحد الهدنة كتوقف
الحرب وكتاخذ واحد المفاوضات باش كيوصلوا لواحد الحل معين. لكن حنا كنقولوا بانه راه 23 راه الاسبوع المقبل ورحنا مقبلين على امتحانات، وراه انه المساله اللي خرجنا من اجلها وما زلنا نكررها هي الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، لكن الكلام اخذ ورد. وفي الاول والاخير يجب مراعاه مصلحه التلميذ، كما تفضلتم سيدي بان الراي العام معنا اليوم وبان الاباء والامهات معنا اليوم، لكن ربما اذا راوا باننا تعنتنا ولم نستجب للحوار وما استجبناش مع هاد الناس. إيه نسمع لك، اولا قلت لي 23 ما بعيداش، بقات غير سيمانه الى ما توافقناش. حنا درنا نهار 23 كاين الجوله الثانيه، ونهار 25 كاين اضراب وطني البيان ديالنا، جا نهار 23 كاين الحوار، ونهار 25 اضراب وطني. لماذا؟ حتى يتم فيه جمع الجمعات المحليه والاساتذه هم من يقررون انطلاقا من مخرجات هذا الحوار. اذا هذه ديمقراطيه. اولا ان كل جوله من جولات الحوار لا بد لها من مكتسبات، اي جوله من الجولات ديال الحوار كيكون فيها مكتسبات. هذه الجوله هذه كما يقول البعض واللي خونوا مجموعه من المنسقين، واللي من خرج ليناضل اول مره في الشارع لا يمكن تخوينه، ومن لا زالت له غير عن تنظيم لا يمكن تخوينه. لكن ما نريد الحفاظ عنه هو هذا الجسد ديال التنسيقية الوطنية اللي جابت هذه المجموعة من المكتسبات. لكن باش أننا نزج بالأساتذة ونتركهم في الشارع ونزيد مصلحة التلميذ ونخليه خارج أسوار المؤسسة، إذن فهذه الجولة ديال الحوار جاءت أولا ما كناش أنانيين، كان الاتفاق مع وزارة التربية الوطنية على إرجاع المطرودين اللي هو حسين بوغمان ديال زاكورة والأستاذ ديال بولمان، فهذا مكتسب أو ماشي مكتسب؟ أن الناس طردوا مشاو بحالاتهم وغادي يرجعوا للمهنة ديالهم، غادي يرجعوا للقسم ديالهم. ثاني حاجة هو تعليق جميع العقوبات الزجرية والإدارية اللي كانت صدرت في حق الأساتذة والأستاذات، وأن هناك مجموعة من الأساتذة اللي كانت صدرت في حقهم هاد العقوبات ديال العزل ومجموعة من المنسقين. إذن هل باش تكون المعركة ديالنا ضد إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية تولي المعركة ديالنا لإرجاع المطرودين؟ مسألة أخرى جات فيها هو تأجيل الامتحان المهني. تأجيل الامتحان المهني لماذا؟ حتى يستعد الأساتذة ويعودوا يبريباري ويوجدوا دروسهم. مسألة أخرى هي صرف الأجور ديال بعض الأساتذة والمنسقين اللي تم توقيف الأجور ديالهم. إذن فهذه الجولة الأولى جبنا هاد المكتسبات على اساس ان الوزير خصو ضروري يكون حاضر في الجوله الثانيه، وغادي نديروا واحد الارضيه ديال الحوار اللي غادي نتكلموا فيها في حال حاله الملف وادماج الاساتذه. انا اقولها واعودها، ولكن يجب على الاساتذه الامتثال لمخرجات المجلس الوطني للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد ويجددون ثقتهم في تنسيقيتهم، لانها اولا واخيرا تسعى إلى ما فيه خير لمن؟ للأستاذ وللتلميذ. أكيد أستاذنا كما قلت لك المرة الأولى أنه كيكون واحد المسؤولية ملقات على المنسقين، وهذه المسؤولية الملقات عليهم اللي هما لجنة الحوار فوض لهم المجلس الوطني حق التقرير، وأنهم قرروا في المخرجات ديال الجمع اللي كان بيناتهم بحضور التمثيلية النقابية وبحضور المرصد وبحضور المجلس الوطني، وأنه التزم كما التزمت الوزارة. التزمت الوزارة على جولة الحوار نهار 23 على أساس الأرضية تكون على الإدماج، على أساس أن الأرضية تكون حول إدماج الأساتذة وكيفية حل حالة هذا الملف. والتزمت لجنة الحوار من طرفها بتعليق الإضراب،
ورجوع الأساتذة هذا الأسبوع هذا كامل اللي هو من يوم الاثنين 16 إلى من يوم الاثنين 15 إلى يوم 23، وأن 23 تستأنف الجولة الثانية من الحوار. إذن فهذا الالتزام كان بين هذه التنسيقية الوطنية بحضور وبشهادة هذه المؤسسات الدستورية وبالتزام الوزارة الوصية. إذن فيجب أن نكون في قمة هذا الالتزام ويجب أن نلتزم، ولكن على حساب المخرجات ديال 23 سننظر هل سنسطر أشكالا نضالية أخرى أم سيكون هناك حلحلة. الكلمة الأخيرة أود أن أوجهها أولا للمناضلين الشرفاء الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد وما أبانوا عنه من جدية ونضال وشهامة، والكلمة الأخرى هي للمنسقين الذي المنسقين الشرفاء لا يمكن أن نخون فيهم أحد. كما التقينا أول مرة وقطعنا عهدا بيننا على أننا سنستمر في هذا النظام إلى إسقاط التعاقد المشؤوم وإدماج كل الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، نحن على العهد باقون. وكلمة للوزارة، نقول لوزارة التربية الوطنية في شخص وزيرها سعيد أمزازي أنه يجب عليك ليس طلبا وإنما وجوبا أن يكون حاضرا في جلسات وفي جولات الحوار من أجل إيجاد حل لهذا الملف، حتى لا يكون ضحية هذا الملف هم التلاميذ. ونقول للآباء وأولياء الأمور بأننا مستعدون وكلنا طاقات من أجل تعويض أبناؤنا وأبناؤكم وفلذات كبدنا عن كل درس، وأننا كلنا طاقة. ونقول لوزارة التربية الوطنية بأن تكون جادة في جولة الحوار يوم 23 حتى لا نقع في منزلقات أخرى، وشكرا لكم. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبرتجيو مع صحابكم.